رئاسة الجمهورية الجزائرية تعلن من المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية تنديدها بما بدر من مسؤولي جامعة باتنا واحد الذين هم بمبادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة، وعليه تتبرأ المديرية العامة للاتصال من هذا التصرف السيء الذي لا يمت بصلة إلى طريقة تفكير السيد رئيس الجمهورية ولا إلى التقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديدة، وهو الذي طلب في خطاب التنصيب سحب لقب الفخامة واستبداله بوصف السيد، وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق. تبون يعني هنا زعف بزاف، كرموه في جامعة باتنا عن بعد فندد بفعلتهم قائلا تريدون العودة لحقبة مشينة، راهم يقولوا لك سيد الرئيس حابين كرموك عن قرب. بوتفليقة الجزائر كامل حرفها من شمال الجنوب ومن شرق إلى الغرب حابين نشوفوك توحشناك نكلموك نمعيش أغلات علينا وشكرا.